صاحب الدار حاول انه يطلعني من الدار قلت له انا عندي 10 عندي 11 نفر وبقدرش اطلع مش لاقي دار اني اطلع منها وين بدي اروح قال لي انا من ذنبي اطلع في الشارع قلت له انا ما بطلعش وين بدي اروح يعني انا ماني لاقي دار اني اطلع في لانه انا الي عنده تقريبا 6 سنين 7 سنين يسلموا ديك ايه اعطينا اسال عليك كاميرا 100 مره Into second home, come center. The most important aspect is the fact that Jews have returned. It's their natural right to be able to live anywhere in Jerusalem, and they've returned to the old Yemenite village and part of what is officially recognized as an old Yemenite hekdesh, sanctified communal property. هون بتحركش بالناس يعني اولاد صغار زي هذول بيمشوا بالشارع زي ما انتم شايفين الجيش رايح جاي الجيش مع المستوطنين المستوطن بمر بغلط على الاولاد يعني لما بيكون ماشي هو بالشارع خلاص بده يضل الشارع كله بس هو اللي بده يمشي بالشارع ولد ممنوع يمشي يلا بقول للولد يلا اصرف غاد بغلط على الاولاد بعلمهم قله الادب هون المستوطنين بالشوارع والحراسه تبعتهم